متجدد تحية بكم أنتم مشاهدين الكرام الذين تتابعوننا في هذا العدد الجديد من برنامجكم نيو ميديا، وأرحب بكل من التحق بنا للحظة لمتابعتنا في هذا العدد الجديد. حديثنا اليوم حول رياضيين جزائريين تميزوا في مجالاتهم، رفعوا العلم الوطني وعزف النشيد الوطني في كبريات المحافل الدولية ومثلوا الجزائر أحسن تمثيل، ولكن للأسف لم ينصفهم الإعلام الجزائري ولم ينقل تلك التميزات وتلك النجاحات. خلوني نوصل مع سيف الإسلام جبيلي، أنت اليومك في تايلاندا، يا هل ترى تعود ترجع للجزائر باش توصل في الرياضة نتاعك في الجزائر؟ نمارس الرياضة هنا في الجزائر؟ إيه نشوف فيها مكان حتى مستقبل الرياضة القتالية في الجزائر. ما كانش راح نرجع لا تايلاند ولا تم في تايلاند. وهنا كيما قال الأخ، الجزائر توصل هنا تتثبت، يعني انا وصلت هنا زدت 10 كيلو كل شرح. ما كان لونتريمون، ما كان ماكله، ما كان اللي يوقفك، ما كان دي جيم كبار ملاح، ما كان لا تايلاند. انا نشوف فيها، انا كيما نشوف في رايي لا تايلاند هي اللي راح توصلني. وخارج الجزائر هنا كان غير التثبيت في الجزائر، مقبره نتاع مواهب، هم كل دي شامبيون بصح واحد ما يشوف فيهم، ما كان حتى نظره لينا، خلاص همشونا او ولا غالب، ما عندنا ما راح نديرو. ما باليد حيلة كما يقولوا. معليش، انت رحت لهم لوزارة الشباب والرياضة؟ ما رحتش لهم بصح 200% باللي يعرفوني. معليش، خليني نكونوا ايجابيين. بما انك ما رحتش، لأن الوزير الحالي يقول أنه كل من يطرق باب وزارة الشباب والرياضة احنا نفتح له البيبان. يبقى كلامه، يبقى كلامه ويحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب. احنا ننتظروا أنه تكون في عمل الأرض الواقع. نجاوبك أنا علاش ما رحتش. تفضل. اختراكش عندي بزاف صحابي كانوا في ليكيب ناسيونال، كاين ياسين بن سعدة، كاين واحد من الغوات خليفة يحيى، كامل في ليكيب ناسيونال بوكسر ودي شامبيون دافريك، شامبيون دارب، شامبيون دي موند، ربحوا وجابوا دي ميداي، بس ما كان حتى حاجة إيجابية والو. كي شغل اللي باتيني في البلاصة فاتت، ما كان حتى حاجة إيجابية مع ليكيب ناسيونال وبوكسر وكيك بوكسينغ وبواي تاي، بس ما كان حتى حاجة إيجابية. مام لو كان نروح للوزارة وتستقبلني ودخلني في ليكيب ناسيونال، يديوك تبوكسي ويطلقوك، هذا ما كان حتى حاجة إيجابية. صح تجيب لي تيتا وراك تجيبهم بنفسك، بس حاجه من الجانب المادي ولا من الجانب المعنوي ما كانش، غير التثبيط. ما شارك في كلام لا غالب، هذه راهي غير هنا في الجزائر. في الجزائر لا غالب، مقبره ما كنهضروا على الجنوب، ما تخلص. كانوا قاعدين نهضروا على الجنوب ما تخلص. فهمت رايك محمد كي تسمع كلام كما هذا؟ ما بالنسبه لي ماشي كلام جديد انايا، باسكو البطوله هو سمعته قال مقبله دار البطوله في 2017 هكذا. 2017 انا في 2017 ديت دو ميداي دور وقلت لهم بالسلامه. ما شاء الله. ما نكذبش عليك، انا حبيت نخرج بالذهب. اوكي، حبيت نخلي اسمي غرافي. اوكي، بقيتهم على خير. وشنو كاينه عفسه، انا شغل تقدر تسميها نصيحة ولا تقدر تسميها معلومة، تسمعها كيما حبيت، تاخذها كيما حبيت. انا الطريق اللي تجوز عليها انت ولا الخاوتي جزت عليها، وشنو بربي ما كسرتنيش الحمد لله، هي كسرت بزاف. الطريق هادية كاين عراقل بصح الطريق هادية كسرت بزاف. في حالة ما انه تكون رياضي في الفريق الوطني ودي تجيب دي تيتر وتروح تشارك بطولات انترناسيونال وتجيب دي تيتر وتلحق للجزائر وما يدعموك ني وزاره ني فيديراسيون ني والو، هنا انت تقعد لك انت وشك حاب تكمل في حياتك. حبيت تكمل على بالك باللي والو صح، ما حد دي والو، وتزيد العام اللي موراه تزيد تشارك، وشك تستنى باش دي والو؟ كاين والو يعطوك، كاين والو، كاين تما حد زيد دي والو يعطينا صح. تما انت شحال نو بصح الخارج نو خارج الجزائر ممكن تبدا. معليش معليش، انا نحكي لخويا عليا انا ايجابي، كمل ايجابي صافي. انا في الرياضه نشوف بلي هذا العام شاركت وجبت تيتر للجزائر، يا اخي ما جبتوش لي ما وبابا برك كاع جبت للجزائر يعطيني الصحه. وشفت بلي ما استقبلوني في المطار، ما عطاوني مينيستر دراهم، ما الفيديراسيون عطاتني، والعام اللي موراه علاش شاركت خويا؟ الذهب با ما شاء الله. لا باش نحكي له على يلي نحكي له نحكي له نعطي له معلومه باش على زدت العام اللي موراه علاش جيت تشارك.
هذا جا لروحك انت باسكو تحبوا تحب يعطيك الصحة صافي كي تحبوا على بها تكمل صافي انا نقول لك باللي ماشي اتلات واحد ولا زوج يجازع التاريخ هذيا بارامور اللي كمل في الرياضة تاعو حتى جا نهار وين ربي يكتب له هذاك النهار السلطات قالت لك يا ودي هذا بزاف علينا غير يجيب غير يجيب ما سمعتوش به تقدرش تعرف يقول لك صدفة خير من 1000 ميعاد تقدر تلاقى بواحد كيما صحفي كيما خويا هكذايا يجيبك في بلاطو فهذاك النهار الوزير ما لقاتش بك كي شافك في التلفزيون قال كيفاش هذا انا راني فيها هو محقور يعيطوا لك يتصلوا بيه تقدر هذاك النهار تولي بريباراسيون تاعك خالصة ما تقدرش تعرف وحنا الجزائر الحاجة اللي نحب نقولها انا ماغري انا جست على كنا بدأ نحكي لكم صدقني نقول انا باك من الناس انا من الناس اللي ما نحبش نشكي ما شاء الله باسكو تعلمت في حياتي بلي الشكوى والله عز وجل اوكي باسكو كي نشكي لربي انا الحمد لله جوز تاريخ في الرياضه تاعي وتهمشت وما ديتش كيما نقولوا نو ما ديتش حقي اللي لازم وجا نهار وين ديت حقي علاش بويسك انا كملت في الرياضه هذه وحاجه اللي حبيت نقولها لكم بالك نتوما ما نقولكمش جدد في الرياضه تخاف تزحفوا عليا ولا مزحكم صغار شويه هذيك تزحفوا اكثر هذيك ما تقولهاش ايبا هذاك في الطريق كل واحد كيش يتقبل ماهي ليسونسيال اللي حقوا لهم الفكره باللي يدير في بالك باللي اخي نجاح اقسم بالله العظيم يعتمد عليك انت حتى واحد ما شوف النجاح تاع الصح ماشي نجاح تاع اليوم شويه نجاح تاع الصح لازم تكسر بزاف والله سبحان الله لازم تقع عراقيل بزاف علاش ما تجيش حلوة كما يكونش عراقيل صح ديرك توم ورحت رجعت والله يا العراقيل الكل يبقى تاع عراقيل وما كاش كدا وما كاش كدا وصعيبة وتسافر وكدا ومنا 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 مرميد يبقى حكاية كل نهار نهار تربح تجيب بنيرة صح إيبا سي كيفاش تكونتيني ما تكسرش صح سي كيفاش ما تكسرش وما تخلي حتى حاجة تكسرك ميرسي بيان باسكو يجي نهار وين الله عز وجل يسهل عليك غير ما تقلقش انت وكاع لي سبورتيف باسكو حنا تعجبنيش كلمه واحده باك كي نقولوا في الجزائر صح راني معاك بلي سلطات وكذا وكذا بصح كلمه في الجزائر مهم شنو في الجزائر حنا ماشي كيما الاخرين لا لا انا ريحت مع اوروبيين وريحت مع مراركا ومع توانسه ومع مصريين ومع طليانيين ومع اسبانيول لي بريزيليان كذا في الدومين ديالي صدقني نو شي قريتهم فهمتهم نو شفت باللي ريحت معاهم وشفت باللي مام هما مهمشين كيما انا ما تخلعش انت كي تسمع انا نقول باللي طلياني مهم ايه في النيفو اللي كنت فيه انا في النيفو اللي كنت فيه انا انا ما زدت بطل العالم ولا زدت بطل افريقيا انا كنت اول مره بالك بطل الجزائر في 2004 2005 هكذا مي وشنو تهم بصح نهار اللي سيبو برست رحت للعالميه ويتنجيب الذهب بيان سور كي السلطات تشوف فيا بيان سور كي الصحافه تشوف فيا بيان سور كي كدايا بصح وشنو قبل ما كنت إيه صافي الانسان ما يتقلقش وما يحكمش على الجزائر بلي الجزائر والو الجزائر ما فيهاش الجزائر كدا والجزائر كدا لازم تصبر وتزيد تكمل تتعب وباذن الله الجزائر راح الحمد لله راح تبدل تبدل خويا رانا دوكا خلاص نقول لا ما ندخلوا السياسه دوكا يصفع خويا الحمد لله زمن الحراك صح خليني نواصل معك عبد الرحمن عدوم واش من الرياضه انت الان مركز عليها اكثر لا بوكس تايلاند هذه اسمها غير ما بديت فيها عملي فات دخلت فيها شتبات ولي دخلت عندي ولي دخلت شامبيوننا في الجزائر زكير جميلة تعرفوا سما شغل هدرت معه قلت له اسكو نكمل في الميليو تاع الكاجا اللي هي لما ماي ولا نكمل في لابوكس ندخل لابوكس هدرنا بيان قال لي كمل في لابوكس خير وسي فري صح هي قادر تجي تشوف تلقى لابوكس مليحه الان في الجزائر وين تدرب في حاسم سعود حاسم سعود اني مع كوتش شغل متقاعد من مكان اللي تدرب فيه دار الشباب؟ نو مش دار الشباب صالة في سونا تراك وين نفوت انا التست تاعي طيب ورانا بريباري وان شاء الله وان شاء الله نديروا حاجة شابة ونروحوا بها البيت ان شاء الله يا ان شاء الله دعم برك الدعم هذا واش خصنا الدعم دعمونا الدولة خلالي صوصيال نو ستوب ما نهبزوش تلي حد يكسر ما يقدرش صح بإذن الله بإذن الله أكيد أكيد عبد الرؤوف أنت الآن مركز على رياضة
واش من رياضه مركز عليها حاليا انت؟ انا حاليا محضر بدني حاليا انا محضر بدني نحضر كوتش. انا كوتش في صاله في قاعه الانغارجي باش اللي يعرفوها ونقرا سبور ومازال نكمل ان شاء الله دكتوره نحبس ان شاء الله ان شاء الله. الرياضه اللي راك مركز عليها حاليا ركبي. داكور رياضه ركبي غير كيما دخل جديد الجزائر وين بريباريو لها وحبيت في الفوردلو. داكور فوردلو والرياضه الاخرى اللي نحبها انايا وهي واش يعطوا لها سباق حواجز لي زوبستاك كورس زوبستاك تاع تجري مسافات طويله فرمال في الماء كيما ترياتلون وتسيد جهدهم وتكلاسي الاول وهذا ماك وانا بريباري ولا ان شاء الله. طيب تفضل حبيت تقول كلمه. نو هدرت على الركبي. حبيت تقول على الركبي. نو انا صافي 5 سنين 6 سنين حبيتها الركبي ما نكذبش عليك حبيتها بصح ما كانش وين طونطرين جا هو جوش عندكم بما انه لاول مره تدخل الجزائر هذه الرياضه ما جوش عندكم صحفيين وداروا تغطيه لي جات لا فيديراسيون اون بيرسون جاو غير كيما حلوا لا فيديراسيون جاو لينا داروا لنا دي ستاج ستاج باك وين جوزف بالعباس وكاش تروح بالعباس بلي موان ديالك تمنى جو بريفان ريح في بار انترنت اون لين تتعلم وتعلم تربيت باش تروح دير اربيتر. واش دير اربيتر؟ انا اتليت نتعلم دير اربيتر اتليت هما يعلمك شغل لي يوجدك انا كاش ندير الميتال ديالي وجدك باش تدخل الحرب والحرب هو باش تدخل المباراه وتربح كي تدخل الانترناسيونال هو يعلم لي ندير انا ستاج بما يعطي لي ديبلوم تاع اربيتر وانا ما عندي ما ندير به راني حاب ان تلحق الفكره والرساله باللي جيبونا مدربين كاليفي باش يحضرونا ويديرونا دي ستاج باش نولوا مدربين ونخرجوا للانترناسيونال ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اسلام جبيلي الحياه في تايلاند تختلف كثيرا عن الحياه الجزائريه. رياضي جزائري شاب جزائري يرفض روحه وانت في عمرك 23 سنه تخلي داركم وتروح لتايلاندا باش تواظب على الرياضه نتاعك صعيبه ولا سهله؟ تمارس الحب مع الرياضه نتاعك هذه لازم تخلى على بزاف حوايج تضحي كيما نقول مش تضحي يعني تخلى على تبع تكون بعيد على والديك تكون بعيد على قرايتك على الاهل نتاعك وحدك في تايلاند في بيئه مختلفه خلاص على البيئه نتاعك لغه مختلفه على اللغه نتاعك مام العباد بعد ما همش كلش مختلف والحمد لله ما دام راك تحبها لازم تحمل لازم تحمل باش تحقق الحلم نتاعك وتعبنا ولقينا الحمد لله كيما قالك خويا تتعب تلقى ما كسرش راسك مهما يكونوا عراقيل من العراقيل اللي يبوسيوك صح. فيه مسابقات في مسابقات رسميه في تايلاند راح تدخل مقبل عليها انت ان شاء الله بعد واحد شهر نلم دراهمي نرفض روحي ونروح لتايلاند حق البي نتاعي وحق الكرا ولونطريمون باش نسلك لونطريمون نتاعي وحق الاشتراك ونروح ان شاء الله. ما صراولكش يعني الصعوبات انه انت جزائري دخيل على تايلاندا ما تقدرش تشارك في بعض المسابقات وبعض اللقاءات الرياضيه مثلا؟ كاين دي قاعده ما تنجمش تدخل لهم قاعد علاش؟ لازم تكون بعث من الفيدراسيون باش تقدر تدخل للرياضات هذو البلايص وكاين اخرين تقدر تدخل باسم الجيم نتاعك اسم لاصال سبور اللي تبوكسي فيها يدخل البروموتير نتاعك تبوكسي فيهم ثم مشرف عليك ومعترف بهم عالميين كيما قلت لاخي قبيله قلت له ما كان لا بريباراسيون لا والو وتروح تبوكسي مع الشامبيون دي موند احسن واحد في التاريخ سانشاي في تاريخ المويتاي دخلت بوكسي تما ما ترقد مليح ما تاكل مليح ما كاين اونترينمون مليحه ما تاكل دواء مليح ما مونتال سيف لا او يعرف لي بروتين الحوايج اللي يحبهم الكور اتونطريني 8 سوايع في اليوم باش تبريباري بروفيسيونال باش تبوكسي كومبا بروفيسيونال ما كان والو تروح تبوكسي له كي شغل واحد اماتير وباينه من المستحيلات انك تربح ومن المستحيل انك دير مباراه مليحه صح كيما قال قبيل الاراده ما تنفعش وحدها اراده وحدها ما تنفعش وهذا راي وما نعرف كل واحد عنده راي صح الاختلاف في الراي لا يفسد الودي قضيه. خلينا نواصل معك عبد الرحمن انت اليوم يا هل ترى تتمنى ان تكون عندك بطاقه من عند وزاره الشباب والرياضه وان تروح يعني تبريزونتي البطاقه هذه ويكون عندك حقك في ممارسه الرياضه نتاعك مثلك مثل اي رياضي اخر؟ هذه اي رياضي يتمنى اي رياضي يتمنى هذا الطالب هذا
اي رياضي اي رياضي اي رياضي. رحت انت لوزاره الشباب والرياضه وطلبت البطاقه هذه؟ ما رحتش. ما رحتش لا خاطرش حتروح في باطل ما يعطيكش. علاش جربوا يا اخي؟ والله البرناوي راه يقول لكم وزير الشباب والرياضه الحالي برناوي راه يقول لكم ارواح وماشي مشكل. نو بصح انا عندي صحابي عندي صحابي ثاني راهو سمعتوا لي اذا من عندكم ان شاء الله نخرج منه ونروح له باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. والله انا عندي صحابي ثاني راحوا وما كان والو ليسما ما كاينش امل في الكوتي تاع السبور دو كومبا ولا سبور تاع الاخ ما كانش ما كانش. نقولوا بودي بيلدينغ الله يبارك ما شاء الله جاب لي تيتر ما شاء الله ان شاء الله كيش ما يزيد ان شاء الله والحمد لله والحمد لله قاعده بعد راي انجاز تقعد مع دي شامبيون معك الله يسلمك. لا بالنسبه لي شرف كبير يشوفونا برك الجنوب هذا ما ان شاء الله ان شاء الله جنوب خاطر شوف ان شاء الله كاين ديزاستر. معليش خليني نشوف الكاميرا نتاعي عطوني برك السير نتاعي. معالي الوزير برناوي ومعنا اليوم رياضي جزائري من اخوتنا في الجنوب الجزائري حسيم سعود يقول انه لا دعم للرياضات في الجنوب. نتمنى التفاتة طيبة من حضرتكم لكي تمنحهم حقوقهم لا غير. نتمنى التفاتة. هذه رسالة إلى معاليكم معالي الوزير من عند رياضي جزائري حاضر معي هنا في الاستوديو. خلينا نواصل معك محمد سليماني. هل ترى فيه نقابات للرياضيين في الجزائر؟ نقابات نعم نقابات أنا على حسب علمي عمري ما شفت نقابة كما قال مجالة ما احنا الصحفيين ما عندناش نقابة. ما تخافش قال أنا خايف نقابات ما سمعتش ديروا نقابة أو ما سمعتش. أنا ما سيش ندير نقابة. أنا عبوكش من أي بعد أنا من الناس اللي ما نحبش نكسر راسي بزاف. علاش؟ باسك أنا السؤال اللي وجهته مقبلة نتاع الخوتي تاع اسكو رحتوا للمينيستير ما رحتوش. انا كنت اسالني السؤال هذا نقول لك ولا مره. نشفى استقبلني الوزير صح كيفاش كان الاستقبال في عهد الهادي ولد علي. وي داكور الهادي ولد علي انا هو الوزير الاسبق انا نوجه له التحيه هي ونشكره باسكو الوزير هذاك كان يجي. انا رحت خطره جاو تاوعنا تاع الباور ليفتينغ جا هو يستقبلهم. كان نقول لك مع من جا بالك شغل تجيك شويه مستبعده ني بروتوكول ني غارد كول ني حتى محزن. انا وهو وكان معايا فيصل ميوبي نمشوا في المطار ابي نمشوا كان معايا وليدي نازيم نمشوا ودخلنا لايروبور واقفين هو شغل معايا نورمال انسان عادي هكذايا واستقبلنا لي زاتليت جاو سلمنا عليهم جا البريزيدون سلمنا عليه وجرحين وقت وهي بسلامه تبقى على خير سبحان الله. تما هذاك هذا وزير انا بالنسبه ليا اول مره شفت وزير متواضع كما هو. علاش بصح من بعد من بعد من بعد انا ما نكذبش عليك بكل صراحه تسقسيني تقول لي اسكو انت دمونديت ولا حاجه انا نقول لك ما دمونديتش. تقول لي علاش ما دمونديتش باسكو انت بخير عليك نقول لك لا لا نمشي على جاك انا نقول لك باسكو انا من الاول كنت على بالي ما سنيتهمش. انا انسان من الاول نعرف انا نعرف نافيغي على زماني نعرف نخدم نعرف نخدم نعرف انا نقلع حام تحت الكالاجو اوكي ونجيب حقي والحمد لله. تما واش كنت مضموندي انا باش نلحقو لحقته بتوفيق طال الله عز وجل. والحاجه الشابه واللي تعجبني كيما عاوني حتى واحد يعني من الوزاره وما كذا ما عييتهمش تما ما شقيتهم دوكا ما نقطع فيهم يخطاو فيا بصح ماشي معناتها صح راني نهضر هكذا باللي راني نقول لهم تنساو الشبيبه هذوما تنساو يعني الرياضيين هذوما ما تعطوهمش حقهم باسكو هكذايا ما راهوش راح يطلع النيفو في الجزائر في كل الرياضات ابار في الرياضه اللي تكونوا تحبوها انتوما اللي تحبوا انتوما تيفورتيها ولا تكونوا زعما انتوما مي على حسب واش راني نشوف انا من الوزير هذا الحالي حسيت فيه حاجه تاع انسان سبورتيف. لا هو سبورتيف. انسان رياضي وي على بالي جوستي حسيته بانسان رياضي معناتها راح يحس بالرياضي اكثر من وزاره واحد اخرين يعني صح. كانوا سبقوا ولا راح يجوا ولا ان شاء الله هذايا يعرف المعاناه تاع الرياضي يعرف الريجيم تاعو يعرف المصروف ديالو يعرف واش لازم له بعد ما ينجح بعد ما يكلاسي بعد ما يجي من التيتر ديالو واش لازم استقبال وتهلا فيه وتعاونو وكذا. ما نقول لك انا نروح اعطي له مليار ولا جمايه حتى على بيبي ما حاجه تعطيها له وفر له الوسائل كي تجي توفر له ديجا لا بريباراسيون تاعو تاع العام تقول له راهي خالصه هذه ديجا بزاف
وعلاش لا لا تعاونوا باسكو سبور الكاريير تاعو راهو في السبور باسكو كيما كان يحكي خويا من قبيل قال لك انا باش ما ننجحش في القرايه باسكو خليت القرايه ورحت للرياضه انت حبيت ينجح فيهم كاع ما كاش ما ينجح في حاجه تما انت امو سهل له حاجه وخليه يكمل في الرياضه وينجح فيها ان شاء الله وكي ينجح تنجح البلاد كاع وعليا انايا انا خدمت وتعبت ومازالني نخدم وانا انسان خدام انا انسان ما عمري ما نحب نكون معلم نقعد توجور خدام والحمد لله شرفت بلادي احسن شريف الحمد لله نسحق ان شاء الله انا نجو نقولهم انا سحقين كما قال خويا على سياده الوزير مادام هو راه حل الباب للرياضيين ودعاهم يجيو راه كاين باسيس امل وان شاء الله يكون دعم للرياضيات هذو هذا خطركش راهم يطلعوا الاعلام بزاف 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 الجزائر اكيد واش راح نقول كلمه اخيره مازال تزول الجبال ولا تزول الهمم كي تكون عندك همك توصل كما قالك ما نستنى حتى واحد اللي نوصل اخويا وكي توصل وما يعاونك حتى واحد اي واش حلوه واش حلوه خلاص تفضل واحد الفكره برك ان شاء الله يتقبلوها كما يحب عنده واحد الفكره لازم نغيرها الانسان شوف علماء النفس واش يقولوا عندنا مخ وعندنا عقل باطني عقل باطني بالايجابيه والسلبيه هذا العقل الباطني عيطوا له علماء النفس جهاز ينفذ واش تقول له انت يدير دوك انت عقلك هذا كل يوم تقول له محبوش يعاونوني محبوش يديروا عندك بوندون سات جور لا 21 جور كل واحد كي يتقبلها تقعد تقولها له يولي يشد في هذيك تقعد تسنى في الناس بصح نتايا لو كان تتكل على ربي وتقول انا نوض كل يوم صباح ربي ونخدم ونرفد ونروح نقرا باسكو الاله الكريم يقول لك ساكريفي وضحي ما تكزيتيش في الدين ديالنا باسكو ساكريفي ضحي انت انسان خاسر ليسونسييل تما انت لازم تنوض وتقول دائما لمخك انا يا انسان ننجح وانسان نربح وباسكو ربي راه معايا فوالا انسان نربح والله والله تالات سوف تنجح وربي حيوفقك من حيث لا تدري وسوف يرزقك من حيث في داركم ما يدعمك اكثر الوالده ولا الوالد شوف الام ديالي ميته رحمه الله عليها الله يرحمها وادعوا لها ان شاء الله كاع اللي يسمعوا ادعوا لها بالرحمه انا الام ديالي ما اشتاقش لها يجي وعندي الاب ديالي ما يسمع ما يهضر صموم بكم ونو ربي يحفظه لي وهذا الاب ديالي هذايا كان يدير لي هكذا انا شيخ بابا ما يسمع ما يهضر كان يدير لي هكذا كان يدير انت كان يدير لي هكذا وكان يقول لي انتايا انسان هكذا واش معناتها انسان هكذا انت انسان لاباس بك ما شاء الله ودائما انا من هذه واش استوعبت وفي قرايتي الحمد لله وقريت فيها كتابات باللي الفقر ليس في الجيب الفقر في الراس انت كي تكون فقير في راسك حياتك قاعتك ما تنجحش قاعد نهضر معك حياتك ما تنجح تما انت لازم في راسك تقول انا انسان غاني بوندون ساجو ولا 21 جور تولي غاني اونوت بصح نو تخدم ماشي تقولها وترقد هذا يعتبر تواكل في الدين الاسلام والتوكل على الله حاجه واحده اخرى تنوض تخدم اللهم زدنا علما وثاني كاينه برك واحد الفكره برك زيدوا ان شاء الله نفيدوا بها خوتنا وانني الا وسيله من عند الاله وهذا كله بتوفيق الاله باللي دوك انت السر يعرفوها برك في الدنيا انا كي تعمق فيها كي هذا احنا العباد اللي يتكلوا على الناس وتقول تحصلها في السلطات هذا في الدين تاعنا يعتبر شرك اصغر ما هو شرك اصغر فوالا شرك اصغر انت الاله الكريم قال لك اسعى لرزقك اسعى لربي رزقك الاله الكريم راهو هنايا قال لك اسعى لرزقك دوك نتايا تقول لي علاش ما تقول على ما نجحش يقول لك انا باسكو ما عنديش باسكو ما عاونونيش تما واش درت شركت حاجه مع ربي شغل الاله الكريم شغل يغضب عليك ويقول لك كيفاش انا نقول لك دير انت تحصلها في نوض ما تشكيش دير افكار ايجابيه ونوض تخدم وباذن الله تنجح وربي يوفقنا والسلام عليكم طيب معليش خليني نواصل معك عبد الرحمن في العائلة مثلا الآن هل ترى ما لوموش عليك وقالوا لك أنه خليت الدراسة نتاعك وكملت في رياضه اللي ما جابت لك حتى حاجه يعني ما جابت لك يعني حتى فايده بس احنا جينيرالمون للاسف هذه هي العقليه المعروفه والسائده في المجتمع الجزائري انه لازم كي تدخل تلعب وتجيب تيت لازم تدخل لك 30 40 مليون بيان سير والله دوكا حاليا بابا ولا معايا دورت خلاص صاي بابا كي شغل شاف صاي شاف باللي راني راح نتعمق بزاف وما نحبسش وقلتها له قلت له شوف باذن الله لو كان ما نروحلكش بعيد ان شاء الله ما نزيدش شوف ما نزيدش ندخل الدار ان شاء الله تروح باذن الله باذن الله والله كان يجوا يشوفوا زعما كما نقولوا الاخ سليماني ولا اخ رؤوف يروحوا للبلاصه وين راهو عايش يسقسيو عليه يقولوا له اسكو هذاك انسان رياضي اسكو راهو يسعى اسكو تشوف الرياكسيون تاع
تالي بدل تما هادو كانوا جاوا صحافه كاينين يروحوا حسين مسعود بار اكزومبل راح حسين مسعود ينطقوا يقولوا رياضي رياضي اللي راهو شغل راهو طالع بيان في حسين مسعود دونك شو شي يقولوا يقول عبد اسكندر عدوم والله جاوني حتى عباد من بجايه والاخر قال لك شغل نخدموا معك مونتاج عندي اصدقاء تاع تاع المتخصصين في الرياضه من بعد كي يروح لحسين مسعود نقول لهم سقسي وكي توصل سقسي دخل شوف نقول لك حاجه دخل شوف الحازي بنادم اللي تلقاه في الطريق سقسيه طيب قول اسكندر برك طيب ناخذ كلمه اخيره وصلنا الى نهايه البرنامج تفضل الاخ محمد سليماني كلمه اخيره وش هنقول لكم انا نقول لكم شكرا على الاستضافه وشكرا مشي على الاستضافه بكي استضفتوا الرياضيين يا معايا تاني لهنايا شكرا كي خممتوا في الرياضيين يعني عفسه كيما هذه راح تحفزهم ما قري ما استقبلتهمش يعني كي عادوا من الفوز ليسونسييل استقبلتهم يعني انا والله غير عجبتني الفكره ما شاء الله هذه حاجه تحفزهم انا نتمنى لهم ان شاء الله يكونوا نصائح اللي داوهم من عندك ولا من عندي ولا اللي تقاسمناهم يطبقوهم ما يقعدوش غير يستناو هما صح حقهم انه حقه انه يجيب ليدر الدوله تعطي له حقه ولا تعاونه ولا كذا هذه حقه مي بصح يسي كيفاش يذكر الله عز وجل وينجاجي ما يحبش ويجي نهار اللي حتشوف فيه السلطات باسكو السلطات تاعنا ما راحش يقعدوا توجور ما يخموش في الرياضيين ولا يقعدوا توجور غير اللي ماشي ملاح راح يجوا اللي ملاح ويجوا ناس اللي يخافوا الله عز وجل وراح كيما نقولوا يتاو مع لي سبورتيف واش نقول لك انايا نقول لك كسرى معكم شيقه جدا عجبني الحال معكم بيان بيان كيما العاده وكيما الايامات نوجه بوسه لوليدي نازيم المرتي اللي نموت عليها وكاع الشعب الجزائري والسلام عليكم شكرا تفضل كلمه اخيره اسلام بارك الله فيكم على هذه الاستضافه وكما درتوا التفرع على الرياضات وجملتونا كامل رياضات مختلفه وجملتونا مع بعضنا بارك الله فيكم وفي الاخوه اللي جاوا كامل ونوجه التحيه للقدوه نتاعي في الحياه الوالد نتاعي ربي يطول في عمره ان شاء الله تفضل كلمه اخيره شكرا على الاستضافه خويا وليد وبارك الله فيكم كي جمعتونا الحمد لله انا سليماني كنت غير نسمع نشوف فيه فراتي اللي كنت نشوفه من البعد البارح ديجا تلاقيت به تبعث له انفيتاسيون فيسبوك ما يكتب لا بالي على بالي كونفلي المشكل ماشي كيف بدي يقول بالي على بالي شوف اش يدير عنده 4999 خلي انفيتاسيون الاخرانيه باش قال تاع الانفيتاسيون تاع والله تاع اكسبري روح والله تاع اكسبري انا خدت تاع اكسبري تحية للوالد تاعي اللي راه واقف معايا والكوتش جديد ان شاء الله راني مع كوتش رحيم في صالة تاعو في حسين مسعود فتح صالة جديدة اسمها عندها واحد عامين ولا ثلاثة ونوجه التحية اللي ما ربي يحفظها ان شاء الله بون بارك الله فيك الله يستركم على الاستضافة فريمون صافي بليزير وفرح ما تقدرش تيماجيني شحال راني فرحان بزاف بزاف صافي بليزير ونوجه تحياتي للاب ديالي ماهوش يسمع مير ديرلو هكذا وجداتي اللي مربيتني ربي يحفظك خويا واختي صغيره ربي يخليكم ان شاء الله ليا وفكره واحده اخرى انا عندي كلمه نقولها بزاف قلت ثلاثه كلمات نوض 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 ابدا تخدم وربي يرزقك ان شاء الله السلام عليكم شكرا شكرا جزيلا لكم إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا العدد المميز بضيوفه الكرام رياضيين جزائريين أخذوا بصورة الجزائر عاليا وشرفوها أحسن تشريف عزف النشيد الوطني في كبريات المحافل الدولية ورفع العلم الجزائري في هذه المحافل دائما مثلوا الجزائر أحسن في أحسن صورة وكانوا أحسن سفراء للجزائر التفاتة طيبة رب التفاتة طيبة تبعث الأمل لتنزع الألم منهم أدعو كل الزملاء الصحفيين الالتفاتة لهؤلاء الرياضيين ويستضيفونهم ليتحدثوا على كل الرياضات ويدخلوا ويتعمقوا في تفاصيل رياضاتهم إلى هنا مشاهدينا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نلتقي في عدد جديد الأسبوع القادم إن شاء الله على نفس القناة في نفس التوقيت نلتقي سيدتي سادتي بموضوع آخر مع ضيوف آخرين تقبلوا تحياتي وتحية الفريق العامل معي تصبحون على ألف خير إلى اللقاء